سنة 1981 ميلادية الموافق سنة 1401 هجرية قرر الإيرانيين إن هم يعملوا مظاهرات ثابتة كل سنة في مكة المكرمة، والمظاهرات دي تفضل ماشية لحد ما يدخلوا الحرم، وتحديدا في موسم الحج. الإيرانيين في المظاهرات كان بيرفعوا شعارات الثورة الإسلامية في إيران وشعارات الدعوة إلى الوحدة الإسلامية والعداء لإسرائيل، وكان بيرفعوا لافتات أو صور للمسجد الأقصى والمسجد الحرام وصور الخميني. الأمور كانت ماشية تمام، والسعودية مش معترضة على المظاهرات، وده لحد سنة 1987 اللي هو الموافق 1407 هجرية. الشرطة السعودية والحارس الوطني جالهم اخبار ان الايرانيين هيعملوا مسيرة ضخمة المرة دي، وده غير المتفق عليها، وعايزين يخرجوا خارج المسار المحدد للمظاهرة او المسيرة، وده كان هيعمل مشاكل كتير. واساسا الملك عبد العزيز كان عنده ثوابت ومهتم جدا بتوفير كل وسائل الراحة للحجاج او ضيوف الرحمن، وكان حريص على ابعاد موسم الحج عن اي ممارسات سياسيه واللي ممكن تعكر صفو المناسبه الجميله واللي هي الحج، او تعمل خلل في النظام السعودي، وده اصلا هدف ايران من البدايه. المهم ان يوم الجمعه الموافق 6 ذو الحجه سنه 1407 وتحديدا بعد صلاه العصر، الحجاج الايرانيين بداوا يشكلوا مسيره كبيره، واللي تسببت في فوضى كبيره جدا بين الحجاج، وكان عدد الحجاج وقتها من جميع مختلف العالم الاسلامي حوالي 2,100,000 حاج. المسيرة وقتها أغلقت كل الطرقات وعرقلت كل مسالك المرور. المواطنين السعوديين ما قدروش يتحركوا لمصالحهم، حتى الأهالي في السيارات مش قادرين يتحركوا ليمين ولا شمال، لدرجة إن الحجاج توقفوا عن أداء مراسم العبادة، وحركة مكة كلها اتشلت بالكامل، تحديدا في منطقة الحرم وما حولها. في البداية قوات الأمن السعودية كانت بتراقب الموقف بدون تدخل، وكانوا واخدين أوامر بضبط النفس وعدم استخدام العنف، ويقفوا على جانب طريق المسيرة ويمنع المواطنين وبقية الحجاج بالاصطدام مع المتظاهرين. فالتدخل وقتها كان سلمي، والشرطة طلبت المتظاهرين بإنهاء المسيرة عشان الطريق يشتغل والسيدات والأطفال المحبوسين في سياراتهم يتحركوا وضيوف الرحمن تنشغل بالعبادة هي كمان. بس الظاهر كده إن الإيرانيين مش عايزين تعدي بدون فوضى، وهم يهاجموا رجال الأمن بالعصا والحجارة واعتدوا عليهم من كل اتجاه، وقرروا ان هم يكملوا المسيرة، وهتافاتهم بدأت تزيد، وكمان في مجموعة منهم راحت للكعبة وبدأوا يدفعوا الحجاج بقوة. وهنا بدأ يحصل حالة من الفوضى والاضطراب بين الحجاج، واشتدت حدة الاشتباك لمرحلة العنف. بس قبل ما تبدأ المجزرة صدرت الأوامر للشرطة والأمن بالتدخل السريع والتصدي للمسيرة فورا ورفضها وإعادة الأمور لمجراها الطبيعي. بس للأسف الأمور خرجت عن السيطرة، والاشتباكات زادت بين الأمن والإيرانيين والمواطنين، ودافع الحجاج محدش قدر يسيطر عليه، وده تسبب في مقتل 402 شخص، منهم 275 ايراني و42 من جنسيات تانية و85 رجل امن سعودي. اما الاصابات كانت 649 شخص، منهم 303 ايراني و145 سعودي و201 من دول تانية، وده بالنسبة للخسائر البشرية. لكن المتظاهرين الايرانيين قاموا باحراق السيارات وحاولوا احد المباني العامة لولا تدخل رجال الدفاع المدني. بعد مرور الكارثة دي بدأ يحصل تخبطات بين السعودية وايران، والاتهامات بدأت تزيد من ايران ضد السعودية، وقالوا ان رجال الامن السعودي ضربوا رصاص حي على المتظاهرين الايرانيين. لكن السعودية نفت كل الكلام ده، فقالت ان هي ما ضربتش ولا رصاصة واحدة، وان الناس اللي ماتت واتصابت ده كان بسبب عنف وتدافع المتظاهرين، وان الايرانيين باعمال الشغب بتاعتهم كانوا على وشك يخربوا البلد ويدمروها. وبالفعل كل الوثائق والصور والافلام اثبتت ان مفيش ولا فرد امن من قوات الشرطة السعودية اطلق رصاصة واحدة على اي حج ايراني، وان عدد من المواطنين ورجال الامن اصيبوا بطعنات في امعائهم صدورهم بواسطة سكاكين، واللي كانت مع المتظاهرين الإيرانيين تحت ملابسهم. وده معناه ان كل اللي حصل كان بترتيب من إيران. يقال ان بعد وصول جثث الإيرانيين لبلادهم، السلطات الإيرانية عرضت الجثث على كل وسائل الإعلام، وأثبتت ان في جروح في أجسامهم ناتجة بسبب إطلاق أعيرة نارية عليهم. لكن برضو السعودية خرجت ونفت كل الكلام ده تماما. بعد الحادثة دي الرياض قررت تقطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، قللت عدد المسموح لهم بالحج من إيران من 150,000 شخص ل 45,000 شخص.
لكن طهران قطعت الحج تماما لمدة 3 مواسم أو 3 سنين. وفي سنة 1991 العلاقات تجددت بين الطرفين، ده بعد ما اتفقوا ان الإيرانيين يرجعوا يمارسوا فريضة الحج مرة تانية، وسمحوا ان عدد الإيرانيين اللي ممكن يحج كل سنة يزيد من 45,000 حج ل 115,000، والسعودية سمحت ليهم ان هم يتظاهروا كمان لكن في أماكن محددة خصصتها السلطات السعودية ليهم، وممنوع التظاهر خارج الأماكن دي مهما يحصل، وده عشان ما يحصلش نفس الأحداث اللي حصلت سنة 1987. وبالفعل الطرفين التزموا بالاتفاق حوالي 24 سنة وما حصلش أي اختلاف بين البلدين. بس في سنة 2015 حصلت حادثة التدافع الإيراني، واللي أغلبنا شفناه على شاشات التلفزيون وأغلب منصات السوشيال ميديا. مجموعة من الحجاج الإيرانيين مشوا عكس اتجاه الحج، وده تسبب في موت 2100 شخص من الحجاج، منهم 465 إيراني. والحادثة دي بالذات محتاجة فيديو كامل وطويل، لأن بعدها السعودية قطعت علاقتها بطهران في 2016، وده تحديدا بعد الهجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران. الهجوم ده كان الهجوم على سفارة السعودية في طهران، وده تحديدا في 2 يناير 2016، فتم تنفيذ حكم الإعدام بحق 47 شخص لهم علاقة بالإرهاب، واللي من ضمنهم الشيعي السعودي نمر النمر. العلاقات فضلت في توتر بين الجانب السعودي والجانب الإيراني فترة طويلة، لكن تمت إعادة الصلح مرة تانية يوم 10 مارس 2023، وده كان تحديدا في العاصمة الصينية بكين، واتفقوا على شوية بنود منها استئناف العلاقات الدبلوماسية للدولتين، إعادة فتح السفارات مرة تانية، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز السلم والأمن الإقليمي الدولي، ورجوع التعاون في كل المجالات زي الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والرياضة. والملك سلمان عشان يثبت حسن نيته أرسل دعوة رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيس إلى الرياض، وده عشان يعزز العلاقات بينهم مرة تانية وترجع تاني العلاقات السعودية الإيرانية واللي كانت مقطوعة من سنة 2016. هنا تكون انتهت حلقتنا، بس عرفنا إن إيران عينيها على مكة زمان وطمعانة في السيطرة عليها من سنين، وده نفس فكر إسرائيل بالظبط مع الدول العربية. فآسف لو كنت طولت عليكم شوية. سلام يا حلوين.